بيكون انه لحقنا بالضغط وحتى تبقى لنا بس وحده خوش. هسه حضرتك العنوان الميثود اوف كلينيكال اكزامينيشنز اوكي رقم اطول نفس ال لا مو طويل وقسمنا هسه شرحناها يعني كم صار اول شيء فيجوال اكزامينيشن الفيجوال اكزامينيشنز اللي هو باي فيجن تاع اشوفه يعني بلا ما امد ايدي فايش اشوف اني ليكج اوف كلر فلويدز فروم ذا نوز بروزنج يعني كدمات هيموريج هاي اشوفها بعيني زين لاسيريشن سوفت تيشو اور سوالينج هذا كلينيكال خوش فيجوال اكزامينيشنز التايب 2 التايب اوف فراكتشر اشوف ديسلوكيشن اوف ذا توث متحركة السن أو لا العفواً discoloration اللون ما تتغير أو لا oral hygiene occlusion deviation in the path of mandible during opening أقول له open your mouth أشوف صار deviation عنده بالماندبل أوكي فهذه كلها أشوفها eye visual أشوفها بعيني the clinical examination should be conducted after teeth hygiene يستدي كرناها قبل شوية استشرحت انه اني لازم من افحص انظف المكان اما هيدروجين بيروكسيد او نورمال سلايم وبعدين اجي افحص اشوف ايش قد اني خسران من عندي رايح من عندي تو ستراكشر زين واشوف اكو بالب اكسبوجر او ماكو وايضا هاي ذكرناها انه لازم يكون عندي جود لايت حتى افحص بي زين اكو كراك لو ماكو كراك قلنا انه الكلر اوف انجر توث اذا اقيسه بالادجيسنت توث زين اللي هو الان انجر توث فمن يصير عندي تغيير بي معناها التوث نون فايتال زين اول شيء فيجوال اكزامينيشن نجي اثنين ديجيتال اكزامينيشن ايش يقصد بالديجيتال اكزامينيشن يقصد بها التندرنس اوف ذا توث تو بيركشن اوكي من اشيك التندرنس هذه نسميها ديجيتال ضمن ديجيتال اكزامينيشن من اقيس الموبيليتي اوف ذا توث زين من نشوف يعني من اشيك من أشوف الفيتاليتي تيست أوف إنجر توث باي ثيرمال أو إلكتريكال بالب تيستر هاي النقاط الثلاثة هي ديجيتال إكزامينيشن أوكي الموبيليتي والتندرنس من أشيكه والفيتاليتي تيست اتفقنا؟ زين نجي هسه على immediately after trauma it doesn't give response to vitality test الفيتاليتي تيست مو رأسا أني أجي أشيكه ليش؟ لأنه التوث يكون under shock hypermic فما رح يعطيني رح يعطيني false results خصوصا لو كان عندي children أطفال هما أساسا ما تفتهم من عندهم شيء وأساسا يجي trauma وأنكزياس الكبير يجي أنكزياس عادي أن الطفل شلون فش وقت أشيكه؟ أشيكه ورا 6 أسابيع شهر ونص شهر ونص يبدأ التوث شوية يتعافى ويرجع فإذا ورا شهر ونص اللي هي 6 أسابيع ماتي there is no response this indicate the tooth is not vital okay when electrical pulp tests are used the dentist should first determine the normal reading by testing an injured tooth on the opposite side and recording the lowest number at which the tooth responds هسه راح هنا بده يحكي لنا على الالكتريكال بالب تيستر شلون استعمله الالكتريكال بالب تيستر مو راسا اني اجي على الانجر توث لا اروح على الاوبوزيت سايد نفس التوث بالاوبوزيت سايد اجي اشيك عليه استخدم البالب تيستر بي بالب تيستر طبعا شنو من تستعمله يعني اذا تجربوه على نفسكم او حتى على هنا اصبع على الاظفر مثل النتلة كرنت هو تيار يعني يجي مثل النتلة يحس البيشنت مثل النتلة فأني من أشيك التوث بالتوث اللي هو uninjured بالأوبوزيت سايد أشيك من يعطيني قراءة بأقل قراءة هو بدرجات بأقل قراءة أعطاني ب ريسبونس راح أجي هاي القراءة أخذها إلي أوكي أشيك الانجرد توث مالتي راح أجلس أشيك الانجرد توث أشوف القراءة ماتي إذا كانت أعلى معناها التوث شنو صار بي degeneration للبلب يعني دي يتحول يصير non vital أوكي
اذا القراءه مالتي اقل يعني مثلا هناك الطاني بخمسة هنا انطاني بثلاثة ورأس الفزعات بثلاثة معناها شنو inflammation فهمين لو عيدها اذا اعلى القراءة من الساوند توث اللي قسته بالأوبوزيت سايد اذا بالب تيستر قراءته اعلى معناها جدا يصير بالبالب دي يتحول يصير نون فايتال يعني دي يصير ديجنريشنز عليه نكروسيز وإذا قراءة أقل من الطبيعي معناها inflammation فرأساً إيعيات أوكي هاي خلصنا من عدها نجي على vitality test need cooperation يحتاج تعاون يحتاج relaxed patient to avoid false reaction this is often not possible during initial treatment of injured patient especially children مو بس التوث هو يكون under shock وما يطين ويحتاج 6 أسابيع حتى البيشنت نفسه هو يعني البيشنت نفسيا يكون not relaxed The electrical pulse tester is frequently unreliable ما موثوق به even on normal teeth with incomplete epices إذا tooth ما بيشي sound tooth وأجي أشيك بالالكتريكال بولب تيستر رح يكون القراءة مالتي unreliable ما موثوق بها إذا كان عندي incomplete root formation لأنه تعرفون يعني من روت ما مسدود فما عندي أبيكال سيل فالفلويدز ممكن تأثر على القراءة مالتي الأبيكال الموجودة بالأبيكال part of the root Thermal test is helpful to determining the pulp damage after trauma هسا احناش أخذنا الكتريكال pulp tester سراح يحكي على الثيرمال زين ممكن إنه يساعدني بالثيرمال test بالحرارة It is reliable more than electrical pulse tester in testing primary incisors in young children يعني بالبرايمري هذا افضل برايمري طبعا معناها الطفل صغير كلش بس الثيرمال اضبط عندي من الالكتريكال pulse tester بالنسبه للاطفال الصغار اللي عندهم برايمري تي if there is no response ما عندي response so pulp necrosis occur if there is response with lower degree of heat درجه حراره اقل معناها شنو من قلنا اقل شنو انفلاميشن اوكي هنا ما بيها درجات ثيرمال ممكن مثلا نجيب جتا بيركا احميها واشيك فاذا ما عندي ريسبونس معناها نون فايتال اذا عندي ريسبونس بس يعني لوور ديجري اقل درجه حراره اقل فبالحاله معناها انفلاميشن بين اكر وين ايس ابلايد اذا استخدمنا هسه يعني الايس هسه قلنا الكتريكال thermal هسه الثلج الايس apply normal tooth and subside هم نفس الشيء اشوف على normal tooth اول شيء بالبدايه when the ice is removed الشيء الطبيعي طبعا الشيء الطبيعي بالnormal teeth من اني هسه لو نشرب او خلي ثلج على اسناننا واول ما اوخر الثلج بسرعه يروح البين اللي صار هذا طبيعي a more painful من يبقى عندي فتره اطول indicate a pathological changes in the pulp يبقى البين اكو فتشي اكو ايرور بالموضوع اكو pathological changes in the pulp which can be determined with other clinical observations ممكن نشوفها او حدده with other clinical observations يعني clinically افحص اشوف شنو عندي مشكله pulp exposure اشوفها periapical lesion ممكن زين a failure of recently a traumatized tooth to respond to the pulp test is not uncommon and may indicate a previous injury with necrotic pulp. يقول أنه من يصير عندي failure أنه response للpulp tester. زين لل recently traumatized teeth. إحنا قلنا لازم مو رأساً نشيك. ف this is يقول is not uncommon. يعني هذا الشيء شائع أنه من أجي أشيك مباشرة وراء التروما زين ممكن انه ما يعطيني ريسبونس بس هذا من ما يعطيني ما اقول انه التوث اندو راسا مو معناها لان احنا قلنا انه غلط نشيك مباشره احتاج وقت لانه التوث قد يكون اندر شوك اندر شوك وبنفس الوقت ذس اند ماي انديكيت ا بريفيوس انجري وذ نيكروتيك بالب هاي شغله والشغله الثانيه انه من انه نوت ريسبونس مباشرة ممكن أنه شنو ممكن أنه يكون عنده إصابة سابقة
يعني ممكن يكون فعلا هو not response، ممكن يكون عنده إصابة سابقة. إحنا قلنا كل ما تزيد الإصابة على التوث راح يتحول أكثر يكون non vital. هاي اللي قلنا إنه يكون under shocks and may fail to response for vitality test، فإنه failure to response immediately after trauma may not indicate endodontic treatment. Emergency treatment should be completed and the tooth should be retested at the next follow-up. خليه يجي بعدين للفولو-اب مضبوط عندي كل مرة ست أسابيع. بس هذه النقطة اللي هسه قبل شوية يعني بالأخير اللي مع الفيلر أو فرسنت الترومتاليس، إنه هاي ممكن أحيانا يسوون فعلا يعني أحيانا يسوون مباشرة، يقول إنه إذا استجاب عندي مباشرة هاي أوكي indicated إنه البروغنوسيس ما تكون أضبط، بس إذا رأسا ما استجاب هاي موجودة يعني بالبوكس، وإذا رأسا ما استجاب عندي فمعناها احتمال جزء إذا أسأله جزء أساسا متعرض لإصابة قديمة، ففعلا راح يصير عندي يعني pulp changes. أوكي radiographical examinations. The examinations of a traumatized tooth cannot be considered complete. يعني ما أقدر أسوي examinations إذا ما أسوي وياها X-ray radiographical examinations. أوكي للإنجر توث، ومرات أحتاج الأجيسن توث هاي غالبا يعني نحتاجها. And sometimes the teeth in the opposing arch. مرات نحتاجها أيضا بالopposing arch. In search of a fractured tooth fragments. أحيانا نسوي radiograph للsoft tissue. ليش للsoft tissue؟ أدور على ال fragments. صار عندي مرات fracture بال يعني piece أدور عليها، أو مرات tooth كامل أدور عليها ماكو ألقاه داخل بالsoft tissue. فنأخذ X-ray للsoft tissue يبين عندنا. Radiograph are taken for. ليش أخذ الراديوغراف؟ أول شيء baseline evaluations. هاي diagnostic one. بالبداية أخذها. And medical legal records. إنه أنا لازم أسجل medical legal records. لازم يصير عندي documented. لازم X-ray أخذها. Follow up evaluation لأغراض follow up وأغراض المقارنة comparison. ليش أقارن؟ مثلاً يوم أخذت واحدة اللي هي diagnostic أول ما أجي اللي هو البيسلاين، إجاني ورا فترة راح أمين أسوي له الفولو أب، راح أسوي X-ray ثانية أقارن ويا الأولى حتى شنو أقارن يعني شنو بتفيدني بشنو؟ تفيدني بأشياء ببالي مثلاً evidence of continued pulp vitality or adverse changes to the pulp or supporting structure. أبدي أقارن أكو تغيير ديستر بيها لو لا بالتو structure. In young teeth, when pulp is recovered from initial trauma, the pulp chamber and canal decrease in size. من يتعرض للتروما ال young teeth، من تتعرض إلى التروما، فبهالحالة راح من أجي أقارن المستقبليات الإكسراي اللي أخذها أشوف أكو فد decrease بالpulp chamber والcanal. زين أيضا decrease in size نتيجة إلى normal formations of secondary dentine. هو عادة normally يتكون عندي secondary dentine. الصغار pulp chamber مالتهم أكبر من يعني من ال adults. كل ما يكبر الإنسان كل ما يصغر pulp chamber. ليش؟ لأن normally يتكون عندي secondary dentine. من يتعرض injury شي يصير reparative dentine اللي هو التيرشري صح. After a period of time هذا التوث نفسه ورا فترة من الزمن، احنا مو نقول مرات مو رأسا يفقد الفيتاليتي، مرات اما الايرلي يكون بثلاث اشهر والليت يكون قلنا بسنتين يعني ب 24 شهر. ف after period of time هو نفسه يعني ممكن التوث ايش راح يشوف بي راح نشوف اكو تغيرات تصير بالسايز اور كونتور اوف pulp chamber او الكنال مقارنة بالadjacent teeth may indicate a developing a pathological condition. Okay. To assess the size of pulp chamber and proximity to the fracture line. أشوف بالX-ray إيش قد يعني size مال pulp chamber وإيش قد the fracture بعيد عن the pulp chamber. هذا يفيدني بالtreatment. أشوف the irregularities الموجودة.
زين السايز مال تشامبرز الكانلز ان كومبارت وذ ادجيسنت توث اذا نقارنهم maybe evidence of previous injury قد يكون متعرض previous injury this is important in determining the course of treatments اشوف ايضا determine the stage of root developments كلش مهم هاي complete root formation incomplete root formation هذا يأثر لي على treatment plan اكو root fracture اكو alveolar bone fracture يبين ايضا بالx-ray presence of root fracture may not influence the course of treatment احيانا من عندي root fracture ما يأثر لي على ال course of treatment خصوصا اذا كان الفراكتشر بالابيكال ثيرد اما اذا كان عندي فراكتشر بالميديكال بارت اوف روت او بال يعني يكون كورونالي الفراكتشر فلا هذا يحتاج ستابلايزيشنز ويحتاج يعني تريتمنت غير شكل بس اذا يكون بالابيكال بارت فهذا ممكن ما يدخل ايضا بالتريتمنت وممكن ما ياثر لي على التريتمنت ماتي ولا يسوي لي موبيليتي ليش لانه ما كان الفراكتشر وحتى ما يحتاج ستابلايزيشن مكان الفراكتشر يصير عندي fibrous or calcified union عادة يصير فالفراكتشر بالابيكال بارت ما هالقد له أهمية يبقى بس فولو اب اشوف ايضا بالاكس راي احدد البوزيشن اوف تروماتايز توث اند اتس ريليشن تو ذا ان اربتد تيث ايش قد بعيد عن الان اربتد توث in the area إذا كان عندي dislocation of the tooth طبعا if teeth dislocated so 2 to 3 radiograph are at different angles may needed to decide the course of treatment من عندي displacement بالtooth ما اكتفي ب x-ray وحدة اخذ x-rayات 2 أو 3 يلا اقرر ايش اسوي اوكي okay? اشوف ال periodontal ligament condition بالx-ray and the pre-existing pathological condition إذا هو أساساً عنده في pathological condition أساساً يعني هذا ممكن أيضاً يظهر بالإكسراي عندي أيضاً extra oral radiograph اللي هي مثل إيش مثل البانوراميك الأوبليك lateral jaw radiograph هذه help in diagnosis of jaw fracture and complex injuries هاي extra oral عندي soft tissue radiographs اللي ذكرناها اللي ناخذها حتى ادور بها اذا اكو fragments into adjacent soft tissue اذا كسر عندي ادور عليها بالsoft tissue emergency treatments of soft tissue injury هسه شلون نعالج emergency treatment of soft tissue injury injury to the teeth of children is often accompanied by من عندي injury للteeth عادة شي يكون وياها open wounds on of the oral tissue جروح بالoral tissue abrasion للfacial tissue okay puncture wounds نافذة تكون جروح نافذة بالoral tissue عندي ايضا جروح نافذة زين هسه هنا عندي 3 نقاط then test must recognize the possibility of development tetanus after injury and must carry out adequate first aid measures اخذ بنظر الاعتبار من اساله وين وقع او شلون كسر سنه انا شو افكر همينه بشغله مهمه اللي هو التيتانوس فلازم ايش اسوي الفيرست ايد الاسعافات الاوليه primary immunization is usually a part of medical care during the first 2 years of life عاده كل الاطفال يعطوهم immunizations ياخذون لقاح يصحوا له primary immunization ياخذ اللقاح باول سنتين من عمره الطفل فهذا primary immunizations زين عندما هو اتأذى ومثلا كان المكان اللي وقع به contaminated الاهل احنا راح نسألهم شلون وقع وين وقع فاذا الطفل هذا primary immunizations ما اخذ لقاح فبهالحالة انا ايش اسوي نطي booster injection of toxoids جرعة مقوية هو اساسا ما اخذ لقاح سوي primary immunization مش راح نعطي جرعة مقوية اوكي اللي هو ايش راح نسوي بهالحالة نسوي activation للانتيبودي forming بالحالة الثانية اذا الطفل كان ما ماخذ لقاح unimmunized ما ماخذ لقاح اصلا واحتمالية اصابته بالتيتانوس
بهالحالة شو حسوي؟ ما عنده لقاح، ما عنده أساساً أنتي بادي بجسمه. هو اللقاح شنو؟ اللقاح قد يكون يعني أما inert microorganisms خامل أو dead organisms maybe ويحقنوها بداخل الجسم، فالجسم ما راح يشوفها، ايش راح يعطيني؟ أنتي بادي إلها. هذا هو اللقاح توكسويد. الجسم راح يكون أنتي بادي، فإذا هو أساساً ماخذ لقاح ايش راح أعطيه؟ أنا قلنا بوستر انجكشن، جرعة مقوية. إذا أساساً ما ماخذ لقاح وأنا خفت له راح يصير بي تيتانس، هو ما أنا أجي أطي اللقاح، لا يعني أنا راح أطي بعد أصلاً. ايش راح نطي؟ راح نطي أصلاً التوكسويد، فهذا غلط. ايش راح نسوي في الحالة إذا هو أن إيمونايز؟ راح نسوي له باسيف إيمونيزيشن. الباسيف إيمونيزيشنز أور ستيرو ثيرابي، اللي ايش راح أنطي؟ تيتانس أنتي توكسين، راح أنطي أنتي بادي نانا دايركت رأساً. أنا راح أنطي أنتي بادي أو الإميونوغلوبيولين اللي هو تيتانس إميونوغلوبيولين أو تي آي جي، يعني تيتانس آي جي إميونوغلوبيولين. أوكي، هاي مفهومة؟ تيتانس often fatal، يعني ليش أخاف من عنده؟ لأنه هو fatal and preventive measures must be taken if there is possibility that the injured child not adequately immunized. فاستجدنا إذا ما أخذ لقاح نطي بوستر، وإذا ما أخذ حتى نسوي activation للأنتيبادي، وإذا ما أخذ نسوي لباسيف immunization. أنا رأساً بإيدي أطي الأنتيبادي، يعني مو إحنا طبعاً يعني بس قصدي نودي للهوسبيتال. debridement suturing إذا عندي hemorrhage wounds، فبهالحالة يحتاج suturing and hemorrhage control of open soft tissue wounds should be carried out as indicated. Working with an oral and maxillo أحيانا يحتاج تدخل منين؟ من المكسيلو فاشل سيرجنز، زين بلاستيك سيرجن أحتاجهم. Maybe also indicated an extensive injury the child should be hospitalized، أحيانا يحتاج hospitalized. The aim of treatment of any injured tooth is to، شنو الغرض من علاجه؟ أنه واحد maintain vitality للتوث، يعني لازم هو هذا اللي يهمني يبقى vital التوث. And allow normal development، علاج ماتي لازم نسوي normal development of the jaws and alveolar bone. Any question؟ ما عندي أحكي تقعدين، ليش تعبانين؟ ليش شايلين هم؟